اهلا بحضراتكم من جديد. بكره ان شاء الله تدشين لمشروع انا بعتبره انه من اهم المشروعات اللي تم العمل عليها خلال السنوات اللي فاتت. ايه المشروع؟ المشروع هو تدشين الشبكه الوطنيه للطوارئ والسلامه العامه. ايه الحكايه؟ والفكره دي ظهرت امتى؟ انا هوري لحضراتكم صور من المشروع يعني، لكن اهو دي صور المشروع. الفكره بدات بتوجيه رئاسي في يوليو 2020 بانه ايه؟ كل وزاره او كل جهه في الدوله عندها خط طوارئ. طيب ليه ما يبقاش في شبكه تلم كل الخدمات دي في كل الوزارات وتبقى شبكه واحده؟ بمعنى ايه؟ عندي الاسعاف، عندي المطافي، عندي الحاجات بتاعت الكهرباء، الحاجات بتاعت الغاز، الحاجات بتاعت ميه الشرب، الحاجات بتاعت الصرف الصحي، كل الخدمات، كل اللي ممكن يحصل فيه ازمه للمواطن. فقال لك طيب بدل المسائل ما هي متفرقه، ودي مشكله مصر الاساسيه، نعمل شبكه واحده. الشبكه الواحده دي تم التوجيه ب انها يتم انشائها زي ما قلت لحضراتكم في يوليو 2020. وانا اعتقد انه تم التوجيه في يوليو 2020 بعد ما تم دراسه الوضع على الارض في مواجهه الوباء جائحه كورونا. ما هو في ناس كتيره جدا كان عندها مشاكل، ناس عايزه تتنقل المستشفى، وناس عايزه تروح عنايه مركزه، وناس تعبانه، وفي حد عنده نقص مش عارف ايه، في حاجات كتيره جدا وفي تاخير كان بيحصل. طيب ليه يحصل تأخير؟ طب ما احنا ممكن نعمل هذه الشبكة اللي هي عبارة عن شبكة اتصالات لاسلكية محمولة ومتطورة ومؤمنة، بحيث انه فكرتها ايه؟ انه الخط اللي الناس هتتعامل عليه او هتطلب عليه للطوارئ اللي هو 122 ده لما تتصل بيه من خلال هذه الشبكة اللي هي متصلة في كل محافظة، وبعدين في الشبكة الرئيسية في القاهرة او المركز الرئيسي في القاهرة، اللي هو ايه؟ بيتم تحديد على طول، مجرد ما تتصل بيتم تحديد المكان بتاعك، وعلى الفور اللي هو خلال ثواني يتم التحرك ليك. يبقى انت هنا دي شبكه بتوفر اكبر قدر من الامان لكل المواطنين على مستوى الجمهوريه. بعدين الجميل في المشروع ده ايه؟ انه مشروع رغم الاستفاده من التجارب المماثله في دول العالم المختلفه، لكن هذا المشروع تم تصميمه وتم تنفيذه بأيادي وعقول مصرية، اللي هو انت ايه؟ مفيش اي خبرة اجنبية جت تشتغل، لا، مصريين مصريين، كل اللي اشتغلوا في هذا المشروع مصريين. وتم انجازه زي ما حضراتكم شايفين، انت بتتكلم يوليو 20، يعني احنا في الوقت ياهو اكتوبر 22، يعني انت بتتكلم حوالي سنتين وثلاث اربع شهور. مشروع ضخم جدا. ناس كتيره جدا احيانا يقول لك ايه؟ وايه المشروعات لازمتها ايه؟ لا، لازمتها كتير جدا، لان احنا فضلنا سنين طويله جدا محرومين من حاجات كتير. انت كنت بتيجي تلاقي ايه؟ حادثه يقول لك الاسعاف جت بعد ساعه ونص، حريقه المطافي جت بعد ساعتين، مش عارف ايه، واحد عنده عاوزين يتنقل لمستشفى، قاعدين نكلم عربيه ما فيش، وبعدين في العربيه وهي بتنقله الاسعاف مات. طب انت عندك المشروع ده بيوفر الاتصال ده، لو واحد بيتنقل لمستشفى بالاسعاف فبيبقى في اتصال على طول بالمستشفى اللي هو بيحدد وضعه بحيث يدخل المستشفى على طول، مش يتم بقى لسه الكشف عليه وتشخيصه و الى اخره، لا ده بيتم في عربية الإسعاف. في تفاصيل كتيرة جدا يعني إن شاء الله بكرة الناس هتسمعها، لكن الهدف اللي احنا بننوه عشانه عن مثل هذه المشروعات إنه كل اللي اتعمل في البلد يا جماعة هدفه الوحيد هو تيسير حياة الناس وتسهيل حياة الناس. في خدمات انت كنت محروم منها فالدولة بتوفرها، واجب الدولة ان هي توفرها، ولما توفرها فانت بتبص للمسألة من انت هتستفيد ايه. ممكن ما تستفيدش بشكل مباشر، بس في حد تاني هيستفيد. ولذلك الفكرة ايه؟ كل مشروع يتعمل لو انت ما تستفيدش منه بشكل مباشر فتهاجمه، مش منطق ده ومش عقل. فعلى اي حال احنا
بننوه عن هذا المشروع اللي هيتم تدشينه خلال ساعات ان شاء الله. وبكره انا هكون معاك، وبكره الاثنين يعني هكون معاك، واحنا ما طلعناش الجمعه، فيعني اداره القناه، فاكون معاكم بكره ان شاء الله، فهنتابع هذا المشروع. طيب برضو من الحاجات المهمه واللي لفتت انتباهي، عمل وزاره التضامن على اصدار قانون حقوق المسنين. الوزاره عملت قانون للمسنين عشان تشوف ايه اللي مفروض للمسنين. المسنين انا بعتبرهم بركه البلد وخيرها، هو ناس اشتغلوا ودوا للبلد حياتهم، ودوا للبلد مجهودهم، ومن حقهم تراعيهم وتشوفهم. البلد بتراعيهم وبتشوفهم وبتوفر لهم حاجات كتيره، لكن كمان هذا القانون اعتقد انه هيبقى نقله، خاصه انه بيتسق مع الاستراتيجيه اللي اطلقتها مصر، استراتيجيه حقوق الانسان، وتتفق كمان حتى مع بناء الانسان، لانك مش بناء الانسان مقصود بيه الشاب بس الصغير، لا، الانسان في كل مراحله انت بتفضل مهتم بيه. مجلس الوزراء وافق على هذا القانون ويعرض على البرلمان، وان شاء الله في امل انه يتم اصداره قبل نهايه 2022. عن هذا القانون وعن اللي هيحققه خلونا نستمع من معالي وزيرة التضامن السيدة نيفين القباش. معالي الوزيرة اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا دكتور محمد، هو دايما بيسعدني اكون مع حضرتك. ربنا يخليك يا فندم، بيسعدني جدا. يعني انا حابب نستوفي للسادة المشاهدين حكاية هذا القانون، يعني ليه احنا بنفكرنا يبقى عندنا قانون للمسنين، هيوفر ايه للناس، بالإضافة كمان للخدمات اللي بتقدم فعلا حاليا للمسنين. اتفضلي يا فندم. طيب اولا احنا عندنا في مصر ما يقرب من 7 مليون من المسنين، جزء منهم بيستفيد من المعاشات التأمينية، وجزء منهم بيستفيد من برنامج كرامة اللي هو اللي مش مغطين بالتأمينات الاجتماعية، او ما كانش ليهم اشتراكات تأمينية اثناء فترة خدمتهم. في اطار التزام الدوله بكفاله حقوق كافه الفئات، اعتقد ان المسنين فئه نمره واحد يجب ان تكرم وتفكر في اطار برضه من احترام الكرامه والحياه الكريمه للمواطنين. وفي جزء احنا بنتعامل معاهم ان هم كبدوا وخلاص خدمتهم خلصوا، لا، احنا في النظام الاجتماعي بننظر ليهم، او الدوله كلها بتنظر ليهم على انهم ثروه ليها خبراتها التراكميه وليها مهاراتها وعندها وقت اكتر بعد تحسن الحاله الصحيه. فمش بالضروره كل من بلغ ال 60 او ال 65 توقف عن العطاء. احنا عندنا حزمه من الخدمات بنقدمها للمسنين، بدايه من برنامج كرامه اللي هو تقريبا ما يقرب من 3 سنويا بتروح للمسنين. عندنا 7.4 مليون ملف معاشات، عندنا أندية المسنين 191 نادي منتشرة على مستوى الجمهورية بيمارسوا فيه أنشطتهم، عملنا لجنة عليا لرعاية كبار السن فيها الوزارات المختلفة، الصحة، الشباب والرياضة، لأن احنا هم ليهم خدماتهم المختلفة. عندنا أيضا برنامج رفيق المسن، وهو برنامج مش بالضروره المسن يروح لدار مسنين او يكون ممكن يبقى موجود في المنزل، بندرب رفيق المسن، وعملنا الحقيقه دليل لتدريبهم بالشراكه ما بين الصحه وما بين الخدمات الاجتماعيه، فهو مش بالضروره يبقى ممرض، ممكن يبقى يكون مساعد شخصي. عندنا ايضا 164 دار مسنين بتقدم خدمات للمسنين لمن يرغب في الالتحاق بدار، لان مش كل من يلتحق بدار مسنين معنى كده ان اولاده رموه وهكذا، لان في مسنين بيبقوا موجودين في الدور واولادهم بيتحايلوا عليهم يقعدوا معاهم، هم عايزين ينفردوا، عايزين يروحوا مع نظراء قدهم في السن وليهم انشطتهم. عندنا كمان الحقيقه كنا في سنه 20 واستمرينا بالشراكه مع وزاره النقل اعفاء كامل للمسنين فوق سن 70 سنه من مصروفات المواصلات العامة، اللي بما يشمل طبعا المترو الأنفاق والسكك الحديدية، واللي بلغوا 65 سنة فأكثر بنخص
بنقسم 50%. الحقيقة يمكن كمان عندنا الكبار المسنين من الكبار بلا مأوى، مش كل اللي خرجوا للشارع وبلا مأوى هم يعني في جزء منهم بيبقى عنده بعض المشكلات النفسية الزهايمر وبيبقى تاه من بيته، بنبذل قصارى الجهود ان احنا نوصله بأسرته، لكن في كل الأحوال بيتم يعني رعايتهم وتقديم ليهم كل سبل الحماية في دور مخصصة ليهم. أصبح عندنا دلوقتي 50 دار للصغار والكبار بلا مأوى. في إطار دوت قلنا نقنن رحلة العطاء للمسنين، ونقنن لأول مرة إن إحنا نخرج بقانون بينظم أحوالهم وبيعمل لهم بطاقة تتحط عليهم كل خدماتهم، خاصة إن المادة 83 من الدستور بتلزم كافة مؤسسات الدولة بضمان حقوق المسنين إذا كان صحي اقتصادي اجتماعي ثقافي ترفيهي. فالقانون الحقيقة اشترك فيه أكتر من وزارة، بينظم حقهم في الحماية الاجتماعية، في الرعاية الاجتماعية، وفي تدبير مبلغ شهري ليهم إما من خلال المعاش أو من خلال كرامة، في الرعاية الصحية طبعا. ويعني بالمناسبة برضو الوزارة عندها 76 مركز علاج طبيعي بالإضافة للرعاية الصحية في وزارة الصحة، الحقيقة متتأخرش معنا سواء للمسنين جوه دور الرعاية، لكن المسنين دخلوا في قانون التأمين الصحي الشامل إن يقعوا تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبصفة خاصة المسنين غير القادرين. عندنا أيضا جزء طبعا في الأنشطة الثقافية والترفيهية، معمل لهم خدمات منها 50% ومنها مجان بالمجان، إذا كان حقهم في مراكز الشباب كمان إنه يمارسوا بعض الأنشطة، في الحياة السياسية والاجتماعية، في الحماية القانونية والقضائية. وكان تم اقتراح أن يتعمل صندوق رعاية المسنين على مستوى الدولة من خدمات متنوعة. فالحقيقة القانون جاي في حزمة إعفاءات مقررة من أول حتى تنشئة التثقيف للأجيال اللي جاية على تنشئة الأطفال والشباب، على استعادة وقار واحترام المسن، ان يكون في طوابير مخصصه ليهم في الاماكن العامه زي الشهر العقاري والبريد والبنوك، وفي نفس الوقت يكون حتى في المواصلات الكراسي الاماميه تبقى مخصصه ليهم. فنبتدي نبقى كثير من التوعيه والتثقيف مع الممارسات العامه كل يوم. بنفتح الباب التطوع للمسنين، يعني من منهم يريد ان يتطوع يتقدم، لان منهم كتير بيبقوا عايزين لسه يدوا، متضايقين من القعده، حاسين ان عندهم حاجه حصيله من الخبرات واحنا نحب نستفيد بيها. وفي على الجانب الاخر تطوع للمسنين، يعني اللي عايز يتطوع لدعمهم او اعانتهم او مساعدتهم، يصاحبه في مكان يقعد معاه، يقرا له، يعمل له حاجه. في برضه اللي بيزور دور المسنين، اللي بيجيب لهم حاجات، اللي بيقضي معاهم وقت. الحقيقة هم منهم كبار سن، مجرد الصحبة والقعدة معاهم بتسعدهم. فإحنا يعني إن شاء الله في حالة من الصحوة الإيجابية جدا والنشيطة جدا، إن إحنا نفتح المجال مش بس لاحترامهم ولتوظيف قدراتهم ولاستحقاقهم وكفاءة حقوقهم في كافة المجالات. قدمنا القانون لمجلس الوزراء وتم التعليق عليه من أكتر من وزارة، والحمد لله توافقنا عليه في النهاية طبعا في اعداد، وكان في شراكه مع لجنه التضامن الاجتماعي في البرلمان ولجنه حقوق الانسان، وتم التوافق على مسوده ومشاركتها مع مجلس الشيوخ، وفي الاخر كان في بعض التعليقات وسلمناه نهائي لمجلس النواب، وان شاء الله منتظرين ان هو يصدر عن قريب يعني قبل اخر العام ان شاء الله. طب هسأل حضرتك معالي الوزيره، على هل في منظومة أو إدارة لتلقي شكاوى المسنين؟ يعني بيبقى دايما في كذا منظومة شكاوى في على مستوى الوزارات والحكومة يعني. أولا طبعا هي في منظومة شكاوى رئيسية تحت مجلس الوزراء. الوزراء وإحنا يعني كان لسه عندنا حتى اجتماع قريب مع منظومة الشكاوى تحت مظلة مجلس الوزراء. كلنا بنجمع شكاوينا لديها. لكن احنا كمان عندنا كوزارة تضامن اكتر من خط ساخن. وعندنا لكن مع حضرتك حق،
لان الخط الساخن بتاعنا كان دايما مشهور فيه تكافل وكرامه، بطاقه الخدمات المتكامله. انا اقصد يبقى فيه يعني خط خاص للمسنين، لانه بيبقى انت عارف شكواهم والسن والعلاج والمصاريف، يعني في حاجات كتيره جدا. اعتقد انها فكره طيبه دكتور محمد. صحيح يعني الموقع بتاع مجلس الوزراء موجود، لكن في نفس الوقت احنا يمكن لما بتجيلنا الحاله بتستدعي مننا دراسه الحاله. احنا اي شكوى لازم نستتبعها بدراسه الحاله، لان في شكاوى بتبقى محتاجه تدرس، بتبقى محتاجه تعرف تفاصيل عنهم اكتر، تجمع اوراق ومستندات، ممكن تكون شكاوى كيديه. فبندرس الحاله ديت بالرقم القومي بتاع المواطن وبنتواصل طبعا اي شكوى المفروض بنرصدها وبنوثقها عند مجلس الوزراء. فاعتقد الفتره اللي جايه فكره كويسه جدا ان احنا نكثف دوت ونفتح لهم باب، يحسوا بالطمانينه ان لو في اي حاجه لهم من يسجلوا شكواهم لدينا. صحيح. بشكر حضرتك جدا السيد النجيب خباج وزير التضامن. شكرا يا فندم. يعني انا عارف ان في مشاكل كتير جدا في هذه المساحه، لكن زي ما بنقول يعني في جهود بتبذل ويبنى عليها، وان شاء الله الكل يعمل للخير. خلونا نطلع فاصل ونرجع نناقش قضيه مهمه جدا، يعني اثرها مسلسل الضاحك الباكي، مسلسل يوثق ويسجل رحله النجم الكبير، النجم المتجدد نجيب الريحاني. يعني نجيب الريحاني فعلا نجم متجدد عملاق من عمالقه مصر. أثار هذا المسلسل جدل كبير. أنا هقول لحضراتكم انطباعي، وهيكون معايا كمان الكاتب والإعلامي والسيناريست الكبير الأستاذ محمد الغيث، هيكون معايا هاتفيا بعد الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد. قبل ما نتكلم عن الموضوع، موضوع الضحك الباكي ونجيب الريحاني، عايز انوه بس عن كتاب انا بعتبر انه من اهم الكتب اللي صدرت السنه دي، وهو كتاب البابا توادرس الثاني، سنوات من المحبه لله والوطن. هذا الكتاب، وليه كتاب هو من أهم الكتب اللي صدرت السنة دي أو يمكن حتى في السنوات الأخيرة؟ لأنه الكتاب أعدته طبعا زميلتنا شيرين عبد الخالق المذيعة في إذاعة الشرق الأوسط، وكانت بداية الفكرة حوار إذاعي، أول حوار إذاعي للبابا توادرس، وكانت بتسجل فيه الملامح الشخصية، حياته الشخصية أكتر ودراسته. وانتوا عارفين لانه البابا توادرس خريج كليه صيدله وعمل بالصيدله بالفعل قبل رهبنته، ثم خرج من هذه الفكره انه تسجل شهادته على السنوات العشر من 2012 الى 2022. بابا توادرس يعني جلس على كرسي يعني البطريركية في 4 نوفمبر 2012، وصادف هذا اليوم يوم مولده، لأنه هو من مواليد 4 نوفمبر 1952، ويدلي بشهادة فيها تفاصيل كثيرة جدا عن العشر سنوات دول، بداية من 2012 حتى 2022. كتاب فيه أسرار مهمة جدا و كواليس للحياة السياسية المصرية اللي كان البابا توادرس شاهد عليها، ويتحدث بإخلاص شديد وبصدق شديد وبشفافية شديدة في هذا الكتاب. يمكن لفت انتباهي ليه انه بخط يدي الكتاب، طبعا الكاتب المقدمة ليه المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر السابق، وهي مقدمة الحقيقة ضافية بالمحبة، يعني فيها إحساس ضافي بالمحبة. تم تصدير الكتاب بالكلمة العظيمة للبابا توادرس، هو وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن، حتى مكتوبة بخط يده. ثم كل دول العالم في يد الله، ولكن مصر في قلب الله، لذا أنا مطمئن على مصر. دي كلمة بابا، دي أيضا كلمة البابا توادرس.
وبعدين بيتكلم عن رؤية وطنية في هذا الكتاب اللي هو بيقول أيضا محبة الله ومحبة الوطن ومحبة الإنسان هي الأساسيات التي نشأنا عليها في الأسرة والمدرسة والكنيسة. وهذه الصفحات التي بين يديك عزيزي القارئ هي رحلة في فترة زمنية هامة في تاريخ مصر، كانت حوارا امتد بالساعات وصار كتابا فيه رؤية وطنية لأهم أحداث تلك الفترة، ثم مقدمة المستشار عدلي منصور. زي ما بقول لحضراتكم كتاب مهم جدا، وأنا بأرشحه للقراءة، مش بس إنك بتطلع على معلومات يمكن تنشر لأول مرة عن ما حدث في مصر خلال العشر سنوات الماضية، ولكن بتكتشف في لحظة معنى إنه إنك تبقى الوطن هو فوق كل شيء، فوق كل شيء. يعني البابا تواضروس بابا الكنيسة يرعى مصالح الشعب الكنيسة كما يسمى، لكن في لحظة معينة عندما يتعرض الوطن لخطر فالوطن هو رقم واحد، وهي دي القيمة الكبيرة والقيمة العظمى اللي بنكتشفها وإحنا بنقرأ هذا الكتاب. ولا يفوتني طبعا أن أنا أشكر الدار المصرية اللبنانية النشر الكبير محمد رشاد، أستاذ محمد رشاد، أنه نشر هذا الكتاب، وده عهدنا دايما بالدار المصرية اللبنانية. طيب نروح بقى لموضوع مهم جدا، وهو مسلسل الضاحك الباكي اللي كتبه صديقنا العزيز الإعلامي والسيناريست الكبير الأستاذ محمد الغيطي، وأخرجه الأستاذ محمد فاضل. والحقيقة طول الوقت الدراما ممكن تعجبك أو ما تعجبكش، ممكن تقول فيها رأي إيجابي أو تقول فيها رأي سلبي، لكن أنا حرصت أن أنا أتكلم مع الأستاذ محمد الغيطي يمكن مع الحلقات الأولى للمسلسل، لأنه وجدت ما يمكن أن يكون ترصد، يعني قبل أن يعني يتنفس المسلسل لقيت حالة من الهجوم الكبير جدا على هذا المسلسل. أنا أعرف محمد الغيطي كويس من زمان، يعني تجمعني بيه صداقة من زمان، وافتكر ان احنا اختلفنا بشكل راقي جدا لما عمل مسلسل ادهم الشرقاوي، يعني انا كتبت وهو رد. ومن يعرف محمد الغيطي هو واحد من اسطوات السيناريو، يعني مش جديد على الكتابة الدرامية، واحد من اسطوات السيناريو اللي عمل مسلسلات كتيرة جدا وحققت هذه المسلسلات نجاح في وقتها الناس شهدت بيه. يعني في النهاية لما تيجي تتعامل مع محمد الغيطي هو رجل وراءه تاريخ درامي نحترمه ونقدره. أنا شفت الحلقات اللي عرضت من المسلسل ليا رأي، لكن أنا فرحان بحالة الإصرار وبحالة الدأب وحالة مراعاة التفاصيل في الكتاب. أنا مش عاوز أتكلم عن الجهد اللي عمله الغيطي، أنا عاوز أسمع منه الأول قصة الضحك الباكي، كيف عمل على هذا المسلسل، البحث اللي عمله عن نجيب الريحاني، ازاي نسج ده دراميا. معي ومعكم الكاتب والاعلامي والسيناريست الكبير الاستاذ محمد الغيطي. استاذ محمد اهلا بيك يا فندم. مساء الفل يا دكتور، اشكرك على هذه المقدمه حبيب قلبي. يا حبيبي اشكرك، انت عارف دايما يعني الأول أنا عايز أعرف يعني إزاي اشتغلت على نجيب الريحاني، شخصية ملغزة وشخصية كتبت مذكراتها، وفي زي ما حضرتك عارف يعني في مذكرات منحولة، مذكرات مزيفة، مزورة. يعني إزاي تم العمل عليه وإزاي نسكت هذا العمل الدرامي من خلال بحثك عن الريحاني؟ هو يعني أنا طبعا وأنت عارف وأنت باحث في التاريخ ومن الناس برضو اللي عندهم دقة الحقيقة ولك يعني مطبوعات عديدة في هذا وكتابات، وأنا عارف يعني، وأنا في أوقات كتير جدا كنت بشوف أنت بتعمل إيه وبرضو أشد على إيديك. يعني أنت واحد من الناس اللي على طول يا بتكتب يا بتقرأ، يعني ما بتضيعش وقت. يعني إحنا الجيل ده، يعني إحنا الجيل اللي هو عصامي في بحثه وفي دأبه
وفي ايضا سعيه انه يصل للحقيقه ايا ما كانت، طبعا الكمال لله وحده. صحيح. انما انا قلت قبل كده، لكن احنا اتعلمنا في كليه اعلام ده، احنا كان عندنا مناهج بحث لو انت فاكر الدكتوره العظيمه. لا مش فاكر، انا عايش في الموضوع لسه. انت عايش لسه في الموضوع يعني. بالظبط. دكتور عطف عبد الرحمن طبعا. دكتور عطف عبد الرحمن بالظبط علمتنا، وهي رائده هذا العلم في العالم العربي كله، ازاي نعمل منهج علمي في البحث. وايضا اتعلمنا، وانت بتدرس ده للطلبه وانا بدرسه، ازاي تبقى يعني ايه نقد، كلمه نقد. يعني اللي انا لاحظته يا محمد في الاونه الاخيره انه ان اللي كاتبين على السوشيال، طبعا الفاكتور الجديد ده بتاع السوشيال ميديا، الحقيقه انا قلت يمكن لو العظام اللي انت قعدت معاهم زي وحيد حامد واللي انا عاشرتهم زي اسامه نوركاش وحسين زايد ومحمد صفا عامر ومحفوظ عبد الرحمن كانوا عايشين النهارده كانوا اعتزلوا الكتاب. لانهم هيجدوا ايه؟ هيجدوا انه تحولت السوشيال ميديا الى مستنقع يلقي بقذوراته على القيمه. يعني كل واحد يطلع عامل نفسه ناقد من اول حلقه. انا عشان مش عايز ابعد عن سؤالك، انا اعتمدت على المذكرات الحقيقيه لنجيب الريحاني اللي هي نشرت بعد 10 سنين من وفاته في دار الهلال بمقدمه لصديق عمره وتوأم روحه بديع خيري. انت فاهم بقول لك نشرت، لانه في بعض المواقع قالت لك انت محمد الغيطي بيقول لك كتبت بعد وفاته، طبعا اللي نقل الكلام نقله غلط اساسا. في مذكرات حقيقيه، وانا رحت قعدت يعني 2009 و2010 كنت بجمع صفحتين صفحتين، لان انت كنت عارف الوقت ده كان ممنوع التصوير. ما كانش صحيح صحيح. كنت باخد اصحابي والله العظيم يا دكتور محمد ونروح نصور، كل واحد يصور ورقتين. لان انا لقيت فعلا كلام اللي هو بقى العتبه واجوارها، كان في دور نشر صغيره كده يقول لك انفراد، احنا معانا حصريا مذكرات الريحاني. طلع ان في مذكرات فعلا مزوره، المذكرات الحقيقيه الموجوده الحقيقيه الوحيده هي اللي نشرت في دار الهلال سنه 59 بمقدمه البديع خيري. وانا في 2009 لما انا قلت انا بحضر مسلسل نجيب الريحاني ورحت سجلته في حقوق الملكيه الفكريه، حتى اداره الملكيه الفكريه كانت لسه جديده في وزاره الثقافه، بداوا ينتبهوا ليها. فالله يرحمه صديقي وصديقك ياسر رزق قال لي انا عايز المذكرات اطبعها عندي في الاخبار. فاديت له صوره وهو خلى الناس اللي عنده تجيب الاصل وطبعوه تاني. وايضا صلاح عيسى في جريده القاهره عمل نفس الشيء. انا كنت السبب ان انا حلقه يعني شلت التراب، تحيي امر هذه المذكرات، مذكرات مره اخرى فعلا بعد بعد كام؟ بعد سنة 59، لأنه دار الهلال نفسها ما كانش فيها ولا نسخة. أنا صورتها من مكتبة اسكندرية صفحة صفحة. تمام. لأن رحت دار الوثائق قالوا لي لا ما فيش، احنا بنعمل تجديدات وكذا، وما عرفتش نجيبها من دار الكتب، دار الوثائق. فأنا بدأت من 2009 رحلتي مع هذا العمل. وأنا وكنت سعيد بأنه بعد أكتر تعثر عدة سنوات وكذا شركة إنتاج تعتذر. وفي مخرجين خافوا يخرجوا العمل بعد ما لقوا انه الانتاج هيبقى يعني في السنوات الماضيه، الى ان تحمست، وانا اشكرها الشركه المتحده. الشركه المتحده تحمست انها ترجع مره اخرى الدراما التاريخيه ودراما السير الذاتيه. وانا ما بقولش عن ده عمل، خد بالك الناس برضو غريبه قوي اللي يقول لك هو ده الريحاني، هو عمرو عبد الجليل شكل الريحاني. حضرتك هو انت شفت الريحاني قبل ما يعمل السبع افلام اللي عملهم بعد ما عدى ال 50؟ يعني بسلامته عايز يتجوز ده أو يعني قبليه طبعا فيلم هو اختيار اختيار عمرو عبد الجليل كان يعني حاجه مشتركه بينك وبين المخرج ولا كان ترشيح بين المخرج؟ لا لا انا رشحته زمان في 2012 وما كانش الاستاذ فاضل موجود، وبعدها لما الاستاذ فاضل مسك الورق ورشح كذا حد وما حصلش نصيب. يعني كانت في نجوم كانوا موجودين، اللي لقيناه في احتكار واللي لقيناه هيسافر ووقته ما يسمحش. فانا قلت له طب يعني انا مقتنع ان عمرو بيمثل من نفس منظيه الريحاني اللي هي كوميديا الموقف، السخريه اللاذعه من 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 العلل ومن يعني خد بالك قبل الريحاني وانت تعلم هذا كانت الكوميديا كوميديا عهاد، كوميديا ديل ارتي اللي هي الكوميديا الشكل والقزم وكذا. والكوميديا بعد الريحاني، وده اللي انا قلته لما رحت باريس وعملت محاضره عنه ولقيت متحف الكوميديا بيكتب عنه ومنازل صورته جنب شارلي شابلن وسميينه شارلي شابلن العرب، بل العكس ان هو حول الكوميديا الى فن انساني يغير المجتمع. دي القيمه الحقيقيه. طيب خلينا نبقى ايه، لانه انا هتكلم معاك بقى هنا من مساحه الاعلام. طبعا. يعني
كل اللي ما كتب او اللي اتكتب عن المسلسل، انت مش شايف انه في اي حاجه موضوعيه؟ يعني في نقد وفي هجوم، يعني مفيش اي حاجه موضوعيه؟ في فرق بين النقد والهجوم، بالعكس. تمام. انا مثلا في ناس، في مؤرخين كتبوا عن العمل على صفحاتهم، زي الدكتور جمال شقر مثلا، لسه قاري من شويه كلام محترم قوي، الناقد الصحفي احمد رفعت، الناقد محمد رفعت، الاستاذه ماجده موريس، لكن دول قالوا حاجه حلوه قوي. دول قالوا دي انطباعات يا جماعه، احنا لسه اما نشوف العمل على بعضه. في فرق بين النقد والهجوم، وانت عارف ده كويس. النقد ان انا اجيب الافني بالعمل لما اشوفه. يعني لما المسرحيه لا يمكن اكتب عنها غير اما تقفل الستار، لا يمكن اكتب عن لحن غير اما اسمعه كله، لا يمكن اكتب عن فيلم غير اما ينزل ذا اند، نهايه الفيلم. انما انت تبقى متربص من اول حلقه، لانه في كتاب الكترونيه والاخوان دخلوا على الخط بيهاجموني انا، خد بالك. وبيهاجموا فاضل، لانه فاضل ليه تاريخ ضدهم طبعا، وكان اول واحد نزل في 30 يونيو قدام وزاره الثقافه هو وزوجته يعني. فانت دلوقتي في كتاب الكتروني، في ناس في قلبها مرض وغرض، في ناقد معروف كان مختلف مع الاستاذ فاضل من سنين طويله، قال لي انا شخصيا لما اعلن ان فاضل، الاستاذ فاضل موجود، غيروا العمل ده انا مش هحبه، قلت له عنك ما حبيته. وانا بقوله على الهوا دلوقتي، في حد يعني ناقد قال لك كده، قال لك انا أيوة مش هحب المسلسل، غيروا فاضل. طبعا بالظبط، اقسم بالله هذا حدث. طب انا هسألك بموضوعيه، لو لو انه المسلسل ده نفسه الأستاذ فاضل أخرجه من 10-15 سنة، كان اختلف حاجة؟ لا، اختلف حاجة. اللي اختلف ايه بقى؟ هو اللي اختلف الحقيقة، لأنه فاضل ما شاء الله عليه، يعني احنا اتربينا على أعمال، وأنت فاكر صحيح يعني صحيح. لا طبعا يعني المخرج عظيم يعني. وانا اما بسافر مفيش جدال في ده، لا مفيش جدال في ده. وانت بتسافر يقول لك انتوا عندكم، أنا أي بلد عربي وإحنا بنروح ندرس بره، سواء علوم الاعلام او علوم السيناريو، يقول لك انتوا احنا اتعلمنا الاخراج من الاستاذ فاضل، وفي التمثيل احنا عادل امام ده امام التمثيل. يعني طيب، فهو كمان استفاد من التكنيك الجديد. يعني فاضل في اعماله السابقه ما اشتغلش جرافيك، العمل ده اشتغل جرافيك، اشتغل بالكاميرات الحديثه كلها. طيب، الاضاءه، يعني واحد كاتب لك يقول لك الدنيا ضلمه قوي يا عم، البيوت كانت بتتقاد بلمض الجاز. انت في ايه في الفتره التاريخيه؟ الفتره التاريخيه لازم تحط ده في السياق، الفتره التاريخيه بتاعتك بالظبط. طب هسألك على حاجه تانية. عمرو عبد الجليل، بالامانه يعني انا عارف ان انت بتتعامل مع نصك بقداسه يعني، لكن انا حسيت مثلا في المسلسل انه انا شايف عمرو مش شايف الريحاني، يعني اللي هو في الافيهات طبيعة عمرو مش طبيعة الريحاني. يعني نصك هل اضافت حاجات او كان بيرتجل احيانا عمرو ولا لا. لا بصراحة لا، يعني انا مثلا في واحد كتب لك ايه، انت كاتب كلمة حوار في الديالوج، هو الراجل قال كلمة حوار بفترتها، بيقول لها انا كنت بكمل حوار ما بيننا. النهارده انت كلمة حوار غير العشرينات والثلاثينات، حوار النهارده يعني فخ، يعني خدعة، يعني كده يعني. فالفوكابلري اتغيرت حسب السياق، انما انا يعني انا يكفيني ان مكتوب لكافة الاعمار، مفيش انا غير مفيش كلمة نابية يا دكتور محمد هتلاقيها، مفيش جملة خارجة. طيب، الأسرة رجعت تشوف العمل كله، عمرو بيمثل من نفس منطقة الريحاني، السخرية اللاذعة، وأنا في الديالوج كاتب ده، واختيار عمرو كده، ويا جماعة أنتوا الريحاني ما شفتهوش في طب أنت بدلت، أنت بدلت الناس اللي انتقدت بهجوم، هل أنت شايف إنه الكاتب أو المبدع يدخل في اشتباك مع النقاد، ولا هم يقولوا اللي يقولوه عجبهم ما عجبهمش؟ لا، لو كانوا نقاد لا ادخل معهم في اشتباك، يعني النهارده لما الاستاذه وهي عايشه ماجده موريس تكتب مقال لا يمكن ادخل معاها فيه ولا ارد عليها. لما لو الدكتور حسن عطيه الله يرحمه عايش كتب، لا انا خلينا في الشباب، ما هو في شباب، إنما في شباب إنما بيكتبوا في يعني يعني هقول لك مثلا، ما للاسف الشديد اللي على السوشيال ميديا ده مش نقد، ده نقد بمعنى النقد السبوبه، مش انما الانطباعات. النقد انت عارف بيفند الايجابي والسلبي، وليه مناهج وليه نظريات، صحيح. انما ما يتحول من ناقد لناقم او من نقد الحقد، انا بقى في مغرضين، في واحد مثلا ممثل جه عشان ياخد دوره وبعدين ما حصلش نصيب، اختلف مع المنتج مع المخرج، قايد حملة. في واحد مثلا كان معاه عندي في كورس تمثيل، وانا قلت له يا ابني شوف لك شغلانة في كورس السيناريو، سوري،
قلت له شوف لك شغلانه ثانيه. فبعدين انا بقول له انا هو في ايه، في ايه الحاله دي، في تربص فعلا؟ بينما بيجي لي رسائل من اطباء ومهندسين، وانا قلت ده يمكن قبل كده، وبرضه قاموا واخدينه وقال لك يعني ده المسلسل اللي بيشفي العليل. اه المسلسل ده المسلسل اللي بيشفي العليل. في ناس قاعده متلميه طب وبتستنى هسألك العام الحلقه بعد ما تني، ويقول لك ده الحلقه قصيره يا جماعه، ده الحلقه خلصت بسرعه. طب ما هو ده حلو عشان الايقاع كويس. هسألك سؤال اخير. اتفضل. يعني في مسلسلات كتيرة، ويمكن الشباب الوقتي في اللي هم ايه كانوا 10 سنين دلوقتي 20، ما يفتكروش مسلسلات كتير. يعني الله في يفتح كذا عليك. حاجة اتعملت انت عملتها ويمكن كتبنا عنها في وقتها، صحيح. وكانت بتفجر قضايا مهمة جدا يعني. لكن خطبت انثى وبنت من زمان دمر في بالظبط. الارض وحد السكين حد السكين ده كان حكاية، ده كان بتاع ست عبلة فاكر؟ تقريبا، مش كده؟ فاكر؟ اه والله. اه انا بالظبط. كتبت عن الشخصيه انت المسيحيه اللي كتبت انت كنت عنه مقدمها. مقطع. برافو انا عليك، فاكر. اه برافو عليك. فاكر. طيب الهروب من الغرب ده عمل ما خدش حقه، وانا خدت عنه جوائز كتير. خرج خيري بشاره، عمل اتصور في 3 دول، من اجمل المسلسلات اللي عملتها في حياتي. طب انا وبرضه هسألك، انت راضي عن الضحك الباكي جدا. كسيناريست بنسبه كام؟ اكتر من 90%. اكتر من 90%. طيب. ويكفيني انه الناس، انه ده اول عمل تاريخي، او يعني مش عايز في اقول هو السيرة في الذاتية. مدحه تاريخيه وسيره وكذا، لا معمول بطريقه من 15 سنه. احنا مصر اكبر من كده. انا عن نفسي بقى يتعمل بقى ورانا. يعني يا جماعه، يا جماعه اللي مش عاجبك يا جماعه غير المحطه. طب انت عايز تعمل عمل تاني عن برضه الرحانه، اعمل يا عم مفيش مشكله، بس صحيح ادينا خد فرصه وشوف العمل للاخر. اي صحيح حد بينقد العمل دلوقتي ليس ناقد وانما ناقم. صحيح. الناس في الشوارع وفي يا محمد، انا في صور عندي، يا ريتني كنت بعتها للاعداد. الناس قاعده على القهوه متجمعه قدام العمل، انا مش شفتهاش غير في رمضان من كام شهر. ابعتها لنا يا غيتي نعرضها بكره. ابعتها لك. انا سعيد انا بالحاله بس دي. انا ببارك لك على المسلسل، ربنا وان يكرمك. شاء الله يبقى فاتحه خير ان شاء الله. ربنا ان شاء يكرمك. الله مسيا يا دكتور، ان ما شاء الله. تكرمش. بشكرك جدا الله يعزك. الكاتب امين. السيناريست الاستاذ محمد الغيتي. يعني كل واحد يبقى ليه رايه، عجبه ما عجبوش، لكن هي الفكره حاله حوار. ممكن تقول ان المسلسل ما عجبنيش، لكن حالة الحرب والعنف اللي بقت موجودة دي يعني بقت صعبة جدا. خلينا نطلع لفاصل ونرجع فقرتنا الحوارية النهاردة مع المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد، وهو حوار أعدكم بأنه يكون مختلف وفي كثير من المعلومات وكثير من الرؤى. بتتكلم على مرفق مهم جدا من المرافق اللي كانت وأصبحت، يعني كانت تعاني وأصبحت. إيه اللي حصل؟ إيه المشروعات؟ كلفت كام؟ إيه الخدمات اللي بتتقدم للناس؟ خلونا نستعرض ده مع المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد. أهلا بحضراتكم من جديد. لما الدولة المصرية رفعت شعار تغيير وجه الحياة في مصر، الحقيقة ناس كتيرة جدا قالت يا ريت ده يحصل، لأنه كان وجه الحياة في مصر فيه كتير من الإهمال وكتير من التدهور، كان محتاج إصلاحات كتيرة جدا. بعد سنوات من إعلان هذا الشعار اللي بدأ في 2014 مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد، واصلين النهاردة إلى أنه بالفعل وجه الحياة تغير فيه حاجات كتيرة جدا. من بين الحاجات دي كان مرفق السكة الحديد، وكان مرفق السكة الحديد الحقيقة يشكو زي ما بيقولوا كده إيه بس وحزنه إلى الله. كانت فيه حالة، يعني مش عايز أقول مزرية، لكن كان في حالة ناس كتيرة جدا بتعاني منها. حوادث قطارات، وضع العربيات عامل إزاي، المحطات، كل ما كان يتعلق بالسكة الحديد كان محتاج إلى ثورة شاملة. النهاردة الصورة مختلفة تماما. إزاي عبرنا هذا الطريق من وضع كنا فيه إلى وضع أصبحنا الآن فيه؟ كلف كام ده؟ الناس اللي اشتغلت فيه اشتغلت فيه على أساس إيه؟ كل هذه الأسئلة هتكون يعني موضع حواري مع المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد. أهلا بيك يا فندم، أهلا بحضرتك. منورنا في آخر نهار، وبشكرك على قبول الدعوة. أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة مشاهدي قناة النهار. أنا عارف إن الطريق كان صعب، إنه عشان نعبر من صورة كانت موجودة إلى الصورة
اللي احنا وصلنا لها الان. اكيد الوضع كان ايه يا فندم قبل 2014 تحديدا؟ احنا يعني بنحدد نقطه عشان نبقى يعني بنقول الصوره قبلها والصوره بعدها. الوضع للاسف كان عندنا غالبيه نظم الاشارات وهي دي اساس السلامه كانت شغاله بالعنصر البشري تماما. اللي كان بيتحكم في القطارات هم اشخاص، اللي بيتحكم في مسير القطارات على الشبكه هم اشخاص. النهارده احنا رحنا لنظام اي اي اس ونظام تحكم كامل بالكمبيوتر. ودي متمثله يعني في خط العنصر البشري هنا بيتلاشى. بيتلاشى بيتلاشى. احنا لما نتكلم في مشروعات فيها خط مصر اسكندريه، بني سويف، اسيوط، اسيوط سواج، نجع حمادي، نجع حمادي الاقصر، احنا بنكمل لغايه اسوان ان شاء الله. مع البنك الكوري. نظم الاشارات دي لا تدخل للعامل البشري تماما. المزلقانات اللي احنا كنا بنعاني منها سنين، المزلقان بيتفتح ويتقفل اوتوماتيك بناء على قدوم القطار. السيمافورات نفسها او الاشارات بتفتح وتقفل اوتوماتيك. المرحله اللي احنا النقله الكبيره اللي احنا مشينا فيها ويكاد يكون وقعنا عقد هو نظم التحكم بالاي تي سي اس، وده نظام اوروبي موحد. النظام ده بيمنع اي اخطاء ممكن يرتكبها السائق. بيمنع اي اخطاء، اي اخطاء ممكن يرتكبها السائق. زي ايه يعني حضرتك؟ النظام ده هو لا يعتمد ان السواق شايف الاشاره. السواق بيبقى شايف الخط اللي بعد الاشاره فيه القط، الخط فيه قطار، فيه مزلقان، في اي عائق موجود. لو هو السواق بيبقى شايفه، بيبقى شايفه قبل كده ما كانش يبقى شايف. لا لا لا، قبل كده هو لا يعتمد غير على الاشاره، حمراء يقف تحتيها، خضراء بيعديها. انما بعد الاشاره ما كانش يعرف فيه. كانش يعرف فيه. ما كانش يعرف فيه. ده بيتهيألي كان سبب حوادث كتير. ده سبب حوادث كتيره من بعض السائقين اللي تجاوزوا الاشارات ونتج عنها حوادث تصادم. بعد النظام الجديد السواق خلاص ايده اترفعت عن الكلام ده. لو هو اصر ان هو يخش في المنطقه المحظوره بيبدا النظام يقلل سرعته. لو برضه تعامل فالنظام بيضطر ان هو يوقفه امرجنسي بريك، يوقف القطار وقوفا تام. وبيبقى في الحاله دي مش بالسهوله ان هو يرجع المسير القطار تاني الا باجراءات شديده، فبالتالي مفيش حد بيوصل للمرحله دي. طب السكه الحديد بتقدم خدمه لكام مواطن في اليوم؟ احنا بننقل يوميا مليون مواطن. مليون مواطن؟ مليون مواطن يوميا. يوميا احنا بننقل مليون مواطن على كل على الخريطه على كلها، على الشبكه كلها، على الشبكه كلها. مستهدف ان احنا نوصل ل 3 مليون مواطن لسنه 25. 25 بعد انتهاء كل الشبكه من مشروعات الاشارات. بعد ما من احنا عندنا كام كيلو سكه حديد؟ احنا عندنا 10000 كيلو سكه حديد. 10000 كيلو سكه حديد. كيلو سكه حديد متوزعين ازاي بقى يا فندم؟ متوزعين عندنا خطوط زي خط اسكندريه القاهره، القاهره اسوان. عندنا خطوط فرعيه، خطوط فرعيه ثانيه زي مثلا بنها بورسعيد، طنطا المنصوره دمياط، خط المناشي، خط القباري مطروح، الى جانب الاحواش اللي بتخزن فيها القطارات. هي دي ال 10000 كيلو موجودين عندنا. ده كل الـ ده كل الـ كل الشبكه باحواشها بمحطتها. 10000 كيلو. طيب احنا المشروعات الجديده اللي جايه بقى هتضيف قد ايه لل 10000 كيلو؟ المشروعات الجديده اللي احنا اللي احنا شغالين فيها حاليا، احنا بنطور الشبكه الحاليه. اللي 10000 كيلو اولويه اولى. تمام. اللي هم ال 10000 كيلو كهندسه سكه وكنظم اشارات. انما نظم الاشارات اللي احنا مركزين فيها في الوقت الحالي هما ال 1000 كيلو بتوع القاهره اسكندريه والقاهره اسوان وطنطا المنصوره دمياط، وده هيوقع العقد بتاعه، وبنها بورسعيد. دي المرحله الاولى. المرحله الثانيه احنا خلصنا فيها قد ايه يا فندم؟ احنا يكاد يكون خلصنا في مصر اسكندريه على ان شاء الله على شهر 12 هيفتتح الخط كاملا، يبقى انتهى. شهر 12 اللي جاي. شهر 12 اللي جاي ده 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 القاهره اسكندريه. القاهره اسكندريه هيكون خلص تماما كل اعمال نظم التحكم فيه. وكله كده هيبقى مفيش عنصر بشري خالص. مفيش عنصر بشري. كل السيمافورات بتقفل وتفتح اوتوماتيك، المزلقانات اوتوماتيك. خط بني سويف اسيوط وده برده الخطه عليها كثافه جديده، كثافه شديده. ان شاء الله منتظر ان احنا في شهر 12 نكون خلصناه. ده الخط. ده الخط الرئيسي عندنا اللي احنا بنتكلم القاهره اسوان القاهره اسكندريه، ده الخط الرئيسي. عندنا بقى في مراحل تانية هنعمل مراحل ازدواج في الخطوط اللي عليها كثافه جديده. يعني لما نيجي نتكلم على خط مثلا اليوب شبين طنطا ده عليه كثافه. عليه كثافه شديده جدا. هيبقى في ازدواج. هيبقى في ازدواج وتحديث نظم اشارات. بتضيف كيلو كيلو بنضيف كيلو بنضيف كيلو بنضيف كيلو زياده وبنحدث النظم لان لا زالت النظم اللي في موجوده فيها يدويه.
المحطات فيها محطات قصيره ما بتسمحش ان انا اخلي تركيب القطار كبير. فكل ده بيتجدد تجديد شامل. عندنا خط المناشي، ده الخط ده بيطلع من امبابه بيوصل لغايه تال بارود وبيوصل لغايه اسكندريه. ده بديل لخط مصر اسكندريه. الخط ده برضو فيه تمويل من البنك الدولي ان احنا نعمل له ازدواج ويتفرع منه فرع ل 6 اكتوبر وده يخدم الميناء الجاف اللي موجوده في 6 اكتوبر. والخط ده هو شغال حاليا بضايع من الاتحاد لغايه اسكندريه، فيشتغل ركاب ويشتغل بضايع. عندنا خط تاني طنطا شبل قناطر الزقازيق، وده برضو خط عليه كثافه شديده، ده برضو داخل في مرحله الازدواج ومرحله التطوير. دي من المشروعات العاجله اللي احنا يكاد يكون قطعنا فيها اشواط كبيره، يعني قربنا يعني قطعنا فيها اشواط كبيره، والموضوع دلوقتي مع شركات على التمويل وان احنا نبدا نتعاقد معاها. طيب ده التطوير من حيث انه العنصر البشري انت بتستبدله تماما. هو هي خطه التطوير في الهيئه كانت انا اتكلمت في الجزئيه الخطه الاكثر اهميه اللي هي البنيه اللي هي الاكثر حساسيه نظم التحكم والاشارات. تمام، دي اخطر حاجه. العنصر الثاني في التطوير كان تطوير الوحدات المتحركه، الاسطول بقى الاسطول نفسه الوحدات المتحركه الجرارات والعربيات. احنا عانينا فترات كان عندنا القطارات بتقف على الارصفه تنتظر وصول الجرارات من الرحلات عشان تقوم بيها. فكان بينتج عنها حاله من التاخير المزري. يعني الجرار يبقى جاي من رحله يطلع برحله ثانيه يفضل انت قاعد مستني، فيفضل قاعد حضرتك قاعد مستني لما الجار يجي ياخد الرحله ويقوم بيها ثاني. الحمد لله كان عندنا نقص كبير يعني في الجرارات. كان عندنا نقص كبير. معالي الوزير لما تولى وزاره النقل كان احنا عندنا 800 فريق كامل كان عندنا 810 جرار، منهم يكاد يكون اكثر من 50% متوقفين. يعني حوالي 400 وشويه يعني اللي كان شغال في الشبكه لا يقل يعني لا يزيد عن 400 جرار من 800 اتخذ اجراءات استباقيه. اتعاقدنا مع شركه جي اي على توريد 110 جرار ويكاد يكونوا هم اللي ساندين السكه الحديد في الوقت الحالي. ال 110 دول جم كلهم ال 110 جرار في ظل ظروف الكورونا. ال 110 جرار اتوردوا كلهم لقيت السكه الحديد ويكاد يكونوا هم اللي شايلين الهيئه حاليا. في عقد تاني ب 100 جرار مع شركه وابتك الامريكيه. في الوقت الحالي اللي انا مع حضرتك فيه فريق التفتيش المصري بيفتش على البروتوتايب في امريكا. ده ب 100 جرار تانيين مع شركه وابتك الامريكيه. في عقد تاني ب 50 جرار جداد مع شركه بي ار ال وتحديث 40 جرار من الجرارات اللي كانت متوقفه. يكاد يكون حوالي 6 خلصوا منهم. وفي تحديث 50 جرار تاني. ده فيما يخص الجرارات. بحيث انك توصل باسطول الجرارات لكام؟ بحيث ان انا اوصل لاسطول الجرارات 1200 جرار. 1200 جرار. ده ما يبقاش فيه مشكله. لغايه سنه 30 تبقى محتاج تاني. التخطيط مش للنهارده، التخطيط لسنه 30 يكون 20 30 يكون النمو السكاني زاد، الجرارات دي تكفي الشبكه، وفي نفس الوقت يكون في مجموعه من الجرارات شغاله في قطاع البضائع. تمام. قطاع البضائع من قطاع يعني انا كده 1200 جرار. 1200 جرار. تمام. الجزئيه الثانيه في العربيات. العربيات احنا كان عندنا كل العربيات اعمارها ما بين 60 سنه و50 سنه، ما فيش غير حوالي 212 عربيه هم اللي اتوردوا في 2006 2007. بعد كده جاء العربيات كلها كانت قديمه. طبعا كان في عقد كبير جدا مع شركه ترانسماش ب 1300 عربيه. منهم 500 عربيه تهويه ديناميكيه و500 عربيه درجه ثالثه زي التهويه الديناميكيه ولكن مكيفين. ودي كانت اول ثالثه مكيفه. اصل احنا ركبنا القطر ده درجه ثالثه كانت حاجه صعبه قوي زمان. ده زمان زمان. لا دلوقتي يعني الفرق يعني الفرق شاسع يعني بين كانت بتبقى ايه رحله من رحلات جهنم. انا عايز اقول لحضرتك هي في قطارات من الدرجه يعني شبابيك مكسره. لا يا فندم الكلام ده اصبح غير موجود. مش موجود. تماما تماما. لا في المسافات القصيره ولا في الرحلات الطويله. ال 500 عربيه التهويه الديناميكيه في زيهم دول درجه ثالثه، في زيهم 500 درجه ثالثه ولكن مكيفين. ودي كانت توجيهات معالي رئيس الجمهوريه. ان لازم يكون عندي عربيه درجه ثالثه مكيفه عشان اخواتنا وابنائنا اللي في الصعيد. احنا في ظروف جويه صعبه جدا، صعب جدا ان حضرتك تقطع رحله لاسوان في شهر 7 و8 ومفيش تكييف. طبعا. فهي العربيه هي الدرجه الثالثه ولكن مكيفه. ودي خدمه ما كانتش موجوده في السكه الحديد قبل كده. شغلنا منهم قطارين الى الان لغايه اسوان، في قطارين شغالين لغايه اسيوط، في قطارين شغالين لغايه سوهاج،
وباستكمال التوريد بعد التوقف هنخلي كل القطارات العاديه في اتجاه اسوان تكاد تكون مكيفه. مكيفه. 1300 عربيه دول عملوا نقل في السكه الحديد، لان احنا اسطولنا كله كان حوالي 3000 عربيه. منهم عربيات اعمارها 60 سنه. حضرتك بتقول يعني متهالكين. متهالكين. العربيات القديمه خدنا منها مجموعه اتطورت. اتعاد تاهيلها. اتعاد تاهيلها مع شركات متخصصه ومع شركات وطنيه مصريه. وصلنا ل 1300 عربيه منهم. اللي لنا تعليمات معالي الوزير فريق كامل مفيش عربيه من القديمه نرميها. نستفيد بيها. لازم نستفيد بيها. فاضطرينا. طب اللي انت اهلته. اللي انا اهلته. طب اللي بقى مفقود فيه الامل. مش مفقود الامل، لان في طرق علميه تعمل الكلام ده. رحنا للمعهد القومي للعلوم والفلزات. ومعهد متخصص، معهد على الحياد اللي تبع وزاره النقل ولا حد تاني. ادينا له العربيات، اكشف على العربيه واعمل اختباراتك واديني صلاحيه للعربيه دي تعيش 10 سنين اصرف عليها. كويس. يعني وده احنا بدانا في العربيات اللي بعد التعليمات ما صدرت، ان احنا ما نرميش عربيه. فبدا المعهد يفحص العربيات ويديني شهاده يقول لي العربيه دي تعيش 10 سنين. دي المرحله اللي احنا شغالين فيها حاليا. فكده تعتمدها. اعتمدها اصرف عليها. انا مش هصرف على العربيه. لو في عربيات ما لا تصلح خالص. لا تصلح خالص بقى ما فيش غير ان انا هخرطها، ما اقدرش ادخلها الخدمه. تخرطها. دي هتطلع من الخدمه وتبقى خلاص يعني هتتباع خرده. انما احنا ماشيين في خطوات جد. طبعا حصل الى جانب ال 1300 عربيه احنا عندنا عقد مع شركه تالجو الاسبانيه بتوريد 6 قطارات كامله. ما هو قطار التالجو ده بقى ده هيبدا امتى المفروض؟ قطار التالجو ان شاء الله ينطلق في 15/11 بعد وصول شهاده السلامه من انجلترا. 15/11 احنا بنتكلم اللي جاي ان شاء الله. في ايام. ايام. ايه التالجو بقى؟ التالجو هي تكنولوجيا مختلفه تماما عن التكنولوجيا الموجوده عندنا. التكنولوجيا الموجوده عندنا العربيه بتعتمد على العربيه وما يسمى تحتيها حاجه اسمها البوجي. البوجي ده عباره عن جسم معدني فيه عجلتين. العجلتين دول بيخلوا حضرتك اثناء المسير مفيش الرفاهيه المفرطه اللي الراجل بيحس بيها. حضرتك لما تبقى راكب في القطر وواقف داخل في منحنى بتحس ان انت بتحس انك مايل. زي الطريق العادي. تكنولوجيا طالجو ما فيهاش الكلام ده. تكنولوجيا طالجو هي عباره عن عجلات معلقه باجهزه. العجله بتتعامل على حسب طبيعه السكه نفسها. فبالتالي يفضل القطر ماشي مستقر. الاثر في العجله الراكب ملوش علاقه. الراكب ملوش دعوه. الراكب قاعد بمنتهى الراحه، منتهى الرفاهيه اللي هو موجود فيها، لا يتاثر ولا يحس ان هو ماشي في منحنى او ماشي في حته. احنا عندنا كده 6 قطارات تلجو. عندنا 6 قطارات تلجو ان شاء الله. القطر الاولاني هينطلق 15/11. القطر الثاني هيتشحن من فالنسيا النهارده. من ميناء فالنسيا هيوصل مصر يوم 7. هيخضع للاختبارات وبعد كده ينزل التشغيل ان شاء الله قبل شهر 12. هيكون الست قطارات تم تصنيعهم تماما. ودي طبعا تعليمات الفريق كامل للشركه الاسبانيه. انه في الوقت إن لازم يعني تخلص بالوقت. وهم فعلا عملوا برنامج وضاغطين وهيخلصوا ان شاء الله. طب ودي اسعارها تبقى ايه بقى يا باشمهندس؟ طبعا خدمه طلجو دي خدمه يعني دي رفاهيه، منتهى الرفاهيه. رفاهيه. حضرتك العربيه الدرجه الاولى، كل كرسي فيه شاشه، القطر مجهز بواي فاي. ده طياره بقى يعني. طياره بيزنس. طياره بيزنس. القطر مراقب بالكاميرات في كل مكان. في عربيه للمعوقين. بتميز ان هي على الباب من بره الباب لونه احمر. الكرسي المكان عريض. العربيه دي فيها مكان للمعوق بالكرسي بتاعه يطلع يقعد فيه. في حمام في القطر نفسه للمعوق بالكرسي بتاعه. رفاهيه ما بعدها رفاهيه. فبالتالي لا يقارن باسعار طبيعي. لو احنا اتكلمنا على الوسائل البديله هنلاقي الوسائل البديله تتراوح من 175 ل 180 جنيه. فكانت التعليمات ان احنا ما نعلاش قوي عن الوسائل البديله، فهيبقى في حدود 200 جنيه الدرجه الاولى و150 جنيه يعني الدرجه الثانيه. منين لفين؟ من القاهره للاسكندريه. من القاهره للاسكندريه. يعني اولى ب 200 جنيه. 200 جنيه والدرجه الثانيه ب 150. والدرجه الثانيه ب 150. 150 جنيه. وده انت بتعلن عنه ان دي سلعه للرفاهيه. للرفاهيه. فاللي هيقبل عليها لانه هو عايز اللي خدمه. اللي عايز خدمه بالظبط. لانه احيانا انت الناس بتتعامل دي اسعار مطلقه لكل الناس، هي الخدمه للي يقدر يدفع. زي ما في قطر زي ده حضرتك بنقول اجرته غاليه، انا عندي قطر لا زال. هو بس التلجو ده مش موجود في دول كتير. موجود في اسبانيا، موجود في المانيا. التكنولوجيا نفسها موجوده في كذا دوله. يعني احنا مش بنتكلم على طلجو، انا بتكلم على تكنولوجيا. موجوده في المانيا، نفس القطارات في المانيا. نفس القطار موجود في السعوديه، قطار الحرمين. بس ده تلجو. تلجو ولكن كهرباء. احنا اللي عندنا ديزل اللي في العربين. بس نزود ان القطر اللي في مصر اكثر رفاهيه من القطر في السعوديه كمان.
انا باكد الكلام ده تمام. والقطر موجود والقطر في السعوديه موجود والناس هتختبر والناس هتشوف الناس هتختبر الناس هتشوف الفرق بين القطار ده والقطار ده. حضرتك كنت بتقول زي ما عندي قطار انا زي ما عندي قطار غالي انا عندي لازال قطار من اسكندريه للقاهره اجرته 15 جنيه ده ايه ده الاطارات تحيا مصر قطارات تحيا مصر التذكره من ب15 جنيه اسكندريه ب15 جنيه عندي قطار التهويه الديناميكيه الروسي ب35 جنيه يعني انا زي ما عندي زي ما عندك تذكره ب 200 في عندك تذكره ب15 جنيه وعندي تذكره ب35 جنيه عندي تدرج لكل طوائف المجتمع السكه الحديد هي للشعب المصري كاملا ليس لطبقه بعينها الاكثر رفاهيه يصرف شويه انا صرف يعني انا عايز يعني مستوى من الرفاهيه في سفري ادفع ثمنه مفيش خلاف على مفيش خلاف عليه طب لو خدنا الاول قبل ما نروح للعنصر البشري العنصر البشري هو محور مهم لا موضوع عربيات النوم لان اثير حواليها الفتره اللي فاتت شويه كلام كده عربيات النوم احنا عندنا اسطول من عربيات النوم قديم 101 عربيه بتدير الاسطول ده بتدير الاسطول ده هي الشركه النوم والاكل الشركه المملوكه للسكه الحديد احنا بنعترف ان الخدمه مش جيده في قطر النوم في قطر النوم احنا بنعترف احنا ناس كتير يعني حضرتك اكيد قريت قريت الانتقادات والملاحظات وكده قريت وشفت وركبت واستعملت القطر وكل ده واحنا معترفين ان في بعض القصور ولكن اللي هو متمثل فيه يا باشمهندس المتمثل في برضه نرجع نقول السلوك البشري الخدمه ما هي الخدمه حضرتك هي الاساس حضرتك لو داخل فندق اول انطباع عندك هي الخدمه طبعا 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 فاحنا من هنا قررنا ان احنا في ظل التوجه ان احنا نشوف القطاع الخاص يخش في شراكه معانا يخش يدير انما لازال القطر بتاعي لازال القطر مملوك ليا كسكه حديد طبعا لا انما حد يجي يدير معايا ينقل لي فكر الناس بتوع السياحه فكر الناس قطر النوم هو عباره عن فندق متحرك كان بيصادنا في ان هو فنادق 4 نجوم الا ان الحال دلوقتي ما بقاش كده نزل نزل خالص ما بقاش يصنف الاربع نجوم ولا حتى 3 نجوم فاحنا حاولنا ان احنا ندخل حد يجي يدير بالفكر الفندقي كويس يطور ده لصالح المستخدم لصالح المستخدم لصالح المستخدم لصالح المستخدم القطارات القديمه دي هتظل موجوده وتعاقدنا مع شركه طلجو عشان نجيب 7 قطارات نوم اخرى جديده ولكن خدمه ده 7 نجوم بقى خدمه عاليه فيها حضرتك كابينه فيها حمام فيها سرير واحد كل خدمه لها مقابل يعني دلوقتي الاسعار قطر النوم قد ايه؟ قطر النوم حضرتك بوضعه اللي هو الوقت قطر النوم بوضعه الحالي قطر النوم الاجره بتاعته طبقا للكثافه زي الطيران احنا عندنا سيزون بيبتدي في شهر 10 لغايه شهر فبراير يمكن من حظنا الكويس ان في السيزون ده احنا عندنا عدد كبير جدا من الاجانب بداوا يتوافدوا وبداوا يقاموا قطارات النوم لا انت عندك البرد بتاع اوروبا ده يجيب لنا ناس كتير موجودين فعلا هم بداوا يعني شهر 9 يعني فانا عارف ايه مصيب قوم من ده قوم فوائد يا رب يجعل فوائد على طول ان شاء الله يعني ربنا ما يضرهمش يعني ما يضرهمش بس احنا برضو احنا نستفاد انا عندي قطر النوم السعر بتاعه حسب الضغط وحسب السيزون ده مش قطر اجره واحده يعني يتراوح في السعر في بعض الاحيان يعني متحرك الاجره بتاعه حسب الكثافه بنبدا ب 350 جنيه السرير من القاهره لغايه اسوان لاسوان في عز السيزون بيوصل السرير ل 550 جنيه ومفيش قطارات اخرى متاحه تمام يعني الحياه كلها محجوزه كويس يمكن حضرتك الاسبوع اللي فات كله كل يوم بيقوم 3 قطارات نوم الى اسوان نصهم اجانب ونصهم مصريين تمام لما رغم ان احنا لسه الخدمه يعني لم يتم مش راضي عنها بنسبه 100% ب 100% ولكن حضرتك لما تيجي تقارن بقى بالوسائل البديله لما يجي الواحد اجنبي هيركب طياره هي طب الطياره كام والقطر كام القطر بياخد عليه وجبتين بياخد عشاء وبياخد فطار من ضمن التذكره بس هو الوقت يعني الطياره الوقت ما هو الاجنبي برضه عامل حسابه ان هو القطر ماشي بالليل وعايز يستمتع عايز يستمتع وعمل ليله مبيت باجره القطر بالظبط فبالتالي هو بيوصل الصبح بيركب القطر بالليل من القاهره ياكل هو بيعتبرها جزء من البرنامج يعني جزء من البرنامج ان هو يتفسح طب دلوقتي لما يجي القطاع الخاص اما يجي القطاع الخاص مفيش اي تغيير في اي حاجه الا بعد ما نحسن الخدمه
ونشوف احنا هنوصل فين. لانه احيانا مثلا انه طبيعي ان القطاع الخاص يدخل، والدوله دلوقتي عندها هذا الاتجاه انه القطاع الخاص يدخل ويشتغل، بتبقى احيانا عند الناس اللي هو ايه الهاجس، طيب ما هو القطاع الخاص هيدخل بقى، طب ما هو في معايير للتسعير ولا ما فيش؟ ولا في معايير للتسعير يعني مطلقه؟ لا لا لا، يعني لا لا انا لا. ماشي انا كشركه هاجي اخد قطار النوم من حضرتك، فانا يعني هحسن الخدمه وبتاع، وبعدين احط، هل احط انا التسعير على مزاجي ولا في معايير؟ لا انا مع حضرتك، حضرتك مش هتسعر لوحدك. بالظبط. انا موجود معاك، انا ما شلتش ايدي من الشركه. حضرتك هتشتغل بالناس بتوع الشركه اللي موجودين حاليا. مفيش عامل من عمال شركه النوم يمشي، هيمشي. كلهم هيبقوا موجودين. الشركه هتاخد منهم مجموعه، وفي نشاط هيبقى مستمر، المجموعه الثانيه هتشتغل. فعماله الشركه موجوده ومش هتمشي. التسعير ده رقم واحد. نمره اثنين، الهيئه شريك اساسي في التسعير وفي الخدمات. الحريه مش مطلقه ان هو يخش يعمل اللي هو عايزه. احنا برغم ان هو قطع النوم. هل ده بيخلي القطاع الخاص احيانا يتردد؟ يعني هو ما يقدمش؟ هو مفيش تردد. مفيش تردد. هو مفيش تردد. في الوقت خلاص. لان احنا لو رجعنا لورا، اطارات النوم كانت بتديرها شركه قبل كده. لو رجعنا ورا 15 للأصل سنه. الاصل يعني. في الاصل كانت بتديرها شركه. وكل الناس متحمسه، لان برضو يؤسفني اقول ان كانت اداره الشركه من 15 سنه احسن من الاداره الحاليه. من اللي هي الاداره بتاعت الهيئه. الاداره اداره الشركه نفسها والهيئه. وناس من الشركه نفسها اللي هي الشركه اللي تبع السكه الحديد بيقولوا الكلام ده. الناس الكبار اللي عاشوا الفترتين. يعني الشركه اللي بتدير دلوقتي هي شركه تبع السكه الحديد. مملوكه بالكامل. لكن الشركه اللي قبلها اللي هي قطاع خاص كانت شركة افضل. قطاع خاص كانت افضل. طيب دلوقتي احنا واصلين لاتفاق، يعني في عروض، انتوا يعني واصلين لفين في الحكايه؟ احنا في المؤتمر الاقتصادي يمكن وقعنا اتفاقيه شروط اوليه. في المؤتمر الاقتصادي اللي فات. الشركة هتاخد 3% من قيمة الإيراد مقابل التشغيل. 3% مقابل الإيراد، مقابل من الإيراد مقابل التشغيل. بقية الخدمات يا حضرتك هينقلوا بقى الكلام ده، هيدربوا الناس، هيختاروا. خلاص وقعتوا يعني. احنا وقعنا اتفاقية شروط. تمام. إنما لسه في الإجراءات بقى القانونية عشان الشركة تتأسس. لأن هي شركة هتتأسس بالشراكة بين الهيئة وبين الشركة. طيب. لو رحنا لما تيجي بقى القطارات بتاعه التلج وبتاع النوم دي، بتاعه النوم دي احنا بنتكلم على الاسعار برضو هتبقى مناسبه لحاله الرفاهيه، هتبقى مختلفه لان دي برضو قطارات في منتهى الرفاهيه. حضرتك لو شفت قطارات النوم في اوروبا، حضرتك هتلاقي في كابينه فيها 4 افراد. هتلاقي في قطارات نوم ببيبان مفتوحه، ما الا عباره عن شيزلونج ونايم عليه. طبعا الثقافة عندنا كمصريين وكعرب ممنوع، ما فيش الكلام ده. نايم يعني باب مقفول عليا. ايوه طبعا. الاوروبا فيها حضرتك اللي بقول لحضرتك عليه ده موجود في دول كتير جدا في اوروبا، واحنا رفضنا الفكره دي. لكن لا انت صح، عاوز تقفل عليك كلنا كده. أيوة عايز اقفل طبعًا. انا هنام، عايز اقفل على نفسي طبعا. انا نايم مش نايم، انا اقول لك مش نايم في محطه مصر. ايوه. يعني بمناسبه الهيئه يعني. انما الثانيه هيبقى فيها عربيات درجه اولى، فيها حمام، فيها انتريه، فيها كل الرفاهيه. اللي عايز الخدمه دي هيدفع ثمنها. طيب لو رحنا للعامل البشري بقى، يعني انت بتقلل العامل البشري بقدر الامكان، ولانه هو كان سبب كتير في حوادث، يعني في مشاكل وحوادث كتيره جدا. ناس وكان السواق بيبقى هو البطل بتاع الحادثه. يعني الاول الوقت العنصر البشري في الهيئه بيتم التعامل معاه ازاي؟ هو تدريبه ازاي؟ هي بس يتم الرقابه عليه ازاي؟ انا هوضح بس الجزئيه الاول قبل ما نقول ان احنا بنقلل العامل البشري. احنا موضوع التعيينات في الهيئه يكاد يكون توقف تماما. فبالتالي احنا ما قللناش. هي الناس اللي طلعت على المعاش، ولما حصل عجز شديد مع الفريق كامل، جاب من فخامه الرئيس موافقه ان احنا نعين 1000 فني في السكه الحديد. تمام. هو كانت التعيينات واقفه، ولا التعيينات واقفه بقى 10 سنين ولا تزال. تمام. ال1000 دول استثناء. ال1000 دول استثناء من فخامه رئيس الجمهوريه بعد طلب الفريق كامل وتدخله الشديد، لان بقى في عجز في بعض الطوائف الحرجه في الهيئه. في الهيئه. الاختيار بقى والتعيين بيتم ازاي؟ الناس دي بتختار في الجهاز المركزي للتنظيم والاداره. هو اللي بيعمل لهم الاختبارات، معهد القدرات بيعمل لهم الاختبارات. بعد ما بيعدي في الجهاز المركزي بينتقل الى اداره التدريب في القوات المسلحه. اداره التدريب في القوات المسلحه بتعمل لهم اختبار تاني، وبعد ما ينجح نبدا نعمل لهم كشف طبي وكشف نفسي في القوات المسلحه. تمام. بعد ما ينجح في الاختبارين دول بنبدا نوديهم لاداره التدريب في القوات المسلحه
بيوديهم معهد ضباط الصف بياخدوا دوره لمده 6 شهور، بعد كده يبداوا يتنقلوا للسكه الحديد يقعدوا 6 شهور تحت الاختبار. الكلام ده ما كانش بيتم قبل كده تماما، ولكن كان الاختيار هي للهيئه. فبالتالي بيخش انت دلوقتي بقى في معايير كتيره، دلوقتي في معايير كتيره ولا دخل زمان يعني ابن عمي ابن خالي لا 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 لا، الكلام ده دلوقتي ملوش اي اساس، لان الهيئه لا تتدخل في اختيار اي عنصر من عناصر بيئه يتم تعيينها. كله بيتم في اجهزه خارج الهيئه، وبناء عليه بتيجي افضل العناصر الموجوده حاليا. الجزء الثاني الهيئه، احنا بقى عندنا معهد فني للنقل. معالي وزير النقل الفريق كامل خلى المعهد ده معهد تكنولوجي بقى 2+2. المعهد ده كان معهد متوسط لمده 2 سنين، السنه دي اتاخد بقى معهد تكنولوجي لمده 4 سنين. بيخرج فنيين من امهر ومن احسن الفنيين اللي شغالين في مجال النقل. منهم ناس تعينوا في السكه الحديد. طبعا كل التعيينات اللي موجوده حاليا بتتم بتعاقدات باستثناء الألف واحد اللي هم تم اختيارهم عن طريق الجهاز المركزي وعن طريق طب بعد ما بتعينوا دول الرقابه عليهم ازاي؟ لانه انت مثلا احيانا الطوائف انت عارف كانت بتبقى سبب مشاكل الحوادث انه السواق مصطبح، السواق يعني او لاحظ البلوك كل دول متقالين في الاصطباحه. لا هو مش للدرجه دي، احنا عندنا اصعب من الاصطباحه دلوقتي، ان احنا عندنا كشف مخدرات مفاجئ. ايوه ما انا على جميع طوائف الهيئه. حضرتك تبقى قاعد كده مفاجئ، حضرتك تبقى قاعد كده يخش عليك عندنا جاهزين كل طوائف الهيئه، كل طوائف الهيئه لغايه لدرجه انا يدخل يعمل لغايه انا النهارده لما اجي اي قيادي لما يجي يقدم ورقه عشان يتعين يروح يكشف مخدرات في وزاره التضامن. كويس. في التضامن بعيد عن الهيئه عشان ما نقولش مستشفى الهيئه. مستشفى الهيئه بتعمل حملات، التضامن بتعمل حملات مفاجاه على جميع القطارات، على جميع المحطات، على جميع العاملين. النسبه كانت عاليه اول ما بدا الكشف، النهارده يكاد يكون مش عايز اقول لحضرتك اقل من 0.5% يكاد يكون متلاشى بعد القرارات الاصعب، ان اللي بيكون متعاطي بيترفد. فاصبح الموجود ده المتعاطي بتبقى تفصل. طبعا بعد القانون الجزئيه بقى الاخطر اللي حضرتك اللي بنتكلم فيها اللي هي الطوائف التشغيل، لوكم السواق، ملاحظ بلوك، مراقب البرق، الناس دي النهارده بقى ليها رخصه اسمها رخصه السلامه. رخصه السلامه رخصه السلامه دي بتحتم عليه ان هو بيكشف طبي اقل من 50 سنه بيكشف كل سنتين، فوق ال 50 سنه بيكشف كل سنه. بيكشف نفسي. بيتم تدريبه في الـ في الـ في المعهد تدريب كل سنه، لو حصل منه مشكله في اي وقت، لو تجاوز محطه ما وقفش فيها بينزل ويتوقف عن العمل ويكشف مخدرات ويكشف كشف طبي شامل من اول وجديد. فاصبحت الجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها دي في العنصر البشري لا ده تحت السيطره. طب السلوك يا باشمهندس، يعني بمعنى التعامل البشري، يعني انت دلوقتي بتشوف صحته، بتشوفه نفسيا هو، لكن هل في تدريب على السلوك؟ لانه انت فاكر كان في حادثه الكمساري اللي هو الواد نزل مات، لما كان الواد اللي كانت في اول تولي الفريق كامل، وانا فاكر كامل. وقتها وعملنا مداخله طويله وراح هو قدم العزاء والكلام ده كان في منطقه طنطا. السلوك بقى يعني اللي هو بيتعامل مع الناس ازاي؟ يعني فعلا ممكن يبقى في مواطن طلع معهوش فلوس مثلا لاي سبب. خلينا بس نسيب موضوع مواطن معهوش فلوس. طيب ماشي. لان القانون على الجميع. طيب ماشي انا فاهم، انما يعني المعامله دي يعني جزئيه ثانيه بقى. المعامله دي جزئيه ثانيه. لا انا ما بقولش من كل واحد معهوش فلوس طالع، لكن ما حضرتك فجأة لو قلنا كل واحد معهوش فلوس يبقى كل الناس هتبقى معهاش فلوس. لا يعني انت عارف في فن تزويغ. أيوة. وسائل للتزويغ يعني في من السكه الحديد يعني في القطر. فبيتم التعامل معاهم ازاي؟ انه يتعاملوا مع المواطنين ازاي؟ السلوك. السلوك احنا زي ما ذكرت لحضرتك في معهد، عندنا معهد وردان. معهد وردان ده على مساحه 150 فدان. اتصرف عليه في التحديث 250 مليون جنيه. اتركب فيه محاكيات لانواع القطارات اللي عندنا ب 41 مليون دولار. جميع العاملين بياخدوا دورات تدريبيه في معهد وردان. الى جانب الجزء اللي اتطور دلوقتي في الحالي، ان بقى في مراكز تدريب موجوده في اسوان، في طنطا، في الاقصر، في اسكندريه. النوع الاكثر تطورا هو الانجوب ترين. الناس بتنزل يدربوا الناس في مواقع العمل. بيدرب الناس على طوائف، سواء خدمه العملاء ازاي يتعامل مع الناس، ازاي يقطع التذكره، ازاي يواجه مشكله،
ده كل ده موجود في التدريب. نرجع بقى جزئية اللي بتاعه التزوير والكلام ده بتعملوا فيها ايه؟ لانه في يعني في ناس كتير احيانا هو ممكن يبقى معاه فلوس بس هو بيستمتع بالتزوير. يعني احنا بنتكلم بصراحه هنا صراحه انا مطلقة. مع حضرتك انا متفق مع حضرتك. يعني هو بيبقى عنده الثقافه دي انه وفي ناس كتيره جدا هو بحب ان هو ايه يبقى علم على الحكومه او خد حاجه من الحكومه. احنا بنتكلم عن ناسنا يعني صح ما احناش ده اخواتنا وشعبنا إيه؟ مش واحد يطلع يقول لك انتوا بتهاجموا المصريين على اساس احنا مثلا ايه من المريخ. ما احنا من المصريين يعني اخواتنا وابنائنا اللي بيعملوا كده بالظبط احنا يعني فدي منظومه التزويغ دي بتواجهوها ازاي؟ هو حضرتك هيكون عنده قناعه ان هو مزوغ والكمساري يجي له من لغايه ما يوصل محطه زي محطه القاهره. محطه القاهره النهارده فيها بوابات زي بوابات المترو اللي هي محطه مصر. محطه مصر ممنوع ان هو يطلع من المحطه الا بالتذكره. يحط التذكره الباب هيتفتح ويطلع. ما حطش التذكره هيتحبس جوه. هيفضل قاعد بقى في المحطه يومين ثلاثه. لو هو راح على البوابه ما هوش تذكره. يعني انت كده دي طريقه بتواجه بيها التزويغ. التزويغ لان ده التصرف. يعني انت افترضت ان هو خلاص هو زوغ من الكمساري لاخر المحطة. لا هو عنده قناعه ان هو زوغ خلاص ضحك على الحكومه. هيدخل المحطه يلاقي انه لازم التذكره عشان يطلع. مش هيطلع. لو هو ما هوش تذكره هيدفع غرامه ان هو تواجد في المنطقه اللي خلف البوابات بدون تذكره. ودي اكتر في بعض الاحيان تكون اكتر عشان الناس تسمع يا جماعه يعني. تكون اكتر من في بعض الاحيان تكون اكتر من 8 تذكره. هو في الغالب معانا دي الاهي مش كده؟ دي البوابات دي البوابات اللي موجوده عندنا. فهو لو مش ما معهوش تذكره في الغالب طبعا هيدفع الغرامه اكتر من التذكره. اكتر من 8 تذكره يعني الراجل اللي جاي من خط منوف تذكره 8-5 جنيه. لما هيجي عند البوابه يتمسك هيدفع 25 جنيه كده اتطوق. فخلاص كده هو مش هيعمل كده تاني. ايوه فبالتالي كل دي خدمه هنا هي البوابات فيها نوع من البوابات ذوي الاحتياجات. ولو في برضه راكب معاه شنط كتيره فبيخش البوابه الكبيره دي. راكب معاه طفل بعجله برضه يخش من نفس البوابه. بقيه البوابات لبقيه طبعا احنا عندنا القاهره عندنا الجيزه عندنا سيدي جابر اسكندريه دمنهور. دي المرحله الاولى اللي شغاله حاليا اللي هي بتاع البوابات بتاعت ودي اعتقد اكتر محطات فيها كثافه ممكن يكون حد ينزل فيها. صحيح. فالمرحله الاولى هم الخمس محطات دول. فدي رساله لكل المزوغين لكل اللي بيفكر يزوغ. طيب عايز اسالك على الوقت السواق اللي هو كان في القطر بتاع محطه مصر الحادثه بتاعت محطه مصر اللي هي كانت في 2018. السواق ده لازال مسجون. تمام. والسواق بتاع سوهاج مسجون اللي هو دخل في القطر من ورا. خد 15 سنه والزام بتكاليف الحادثه. الحادثه ناتجت عنها خسائر قد ايه؟ كتير جدا. احنا عندنا بس الجرار لوحده بنتكلم في حوالي 10 مليون دولار. فهو ملزم ملزم بيدفع كل ده. النهارده اللي بيخطا لازم يدفع ثمن خطا. لازم يتحاسب. الدوله والهيئه مش هتشيل خطا حد. لان التوجيه والكلام الحكومه او الدوله مش هتصرف علينا تاني. بمعنى احنا كان علينا قروض ب 80 مليار جنيه. هي الدوله بتعمل الجزء اللي عليها. هي عملت اللي احنا لا نتخيله. الجزء اللي عليها. احنا كان علينا برضه لانه ايه المواطنين احيانا هي الدولة عملت بالفعل اللي عليها. لا حضرتك عملت معانا اكتر. احنا كان علينا 80 مليار جنيه ديون. 80 مليار جنيه دول كانوا هي السكة الحديد. كانت عبارة عن فوائد قروض بنك الاستثمار وفوائد والسحب على المكشوف. 80 مليار جنيه ديون الدولة اسقطتهم. اصبح ما عندناش ديون. تمام. كان ال 80 مليار دول كانوا بيحطوا كل سنة 10 مليار جنيه على موازنة الهيئة خسارة. فالدولة اسقطت الكلام ده كله. هو كل التطوير المراحل دي كلفت كام؟ كلفت 87 مليار جنيه. بالتطوير السكك والسيمفرات والإشارات والمكن ده وكله كل ده التطوير اتكلف على الدولة على الهيئة 87 مليار جنيه. ميزانية الهيئة السنة دي 43 مليار جنيه. منهم 26 مليار جنيه بس لحساب التطوير. طب احنا كل شوية كنا بنسمع انه خسائر بنخسر. انتوا بتخسروا دلوقتي؟ الوقت حاليا واحنا قاعدين مع بعض بعد ما اسقط ال 80 مليار جنيه اللي ما كانش حد يحلم ان هم يسقطوا. يعني الدوله اسقطت عنكم عن الهيئه 87 مليار جنيه. مليار جنيه دفعتهم عننا. فانت فقت كهيئه. فانا فقت كده كهيئه. كويس. مطلوب بقى ان حضرتك ما ترجعش تخسر تاني. ويبقى عليك ديون تاني. يبقى عليك ديون تاني.
كويس. حضرتك بقى لازم تبذل مجهودك. احنا اقول لحضرتك ان احنا الحمد لله عدينا مرحله التعادل دلوقتي. مكيتين يعني. دلوقتي يعني اقول لحضرتك عدينا مرحله التعادل كويس. والسنه الجايه متوقع ان الهيئه يبقى عندها فائض. يبقى في بتكسب. هيبقى في فائض، هتبدا تكسب. تكسب فتبدا تتطور. ابدا اطور اكتر. ابدا وتبدا تعمل خدمه احسن. بس نرجع برضو تاني، ما هو لولا ال 80 مليار ما اسقطه ما كانش هفضل طول عمري خلاص. ما كنتش هتقدر تفوق. ما كنتش هقدر افوق، ولا كنت عمري هوصل لكده، ولا هتطور، ولا هطور. لان انت اول يوم في السنه ال 80 مليار ضاف لك 10 مليار خسائر قبل ما تبدا. فبالتالي طب احنا عندنا دلوقتي برضو مش هننسى، احنا محطة بشتيل احنا واصلين فيها لفين؟ انت دلوقتي هيبقى عندك محطة في بشتيل اللي هي جاية من الصعيد، اللي جاية من الصعيد ومن البحري في قليوب. محطة بشتيل لازالت موجودة، هتبقى موجودة. محطة رمسيس موجودة. محطة الجيزة موجودة. تمام. محطة بشتيل هي كيان كبير جدا جدا جدا، يمكن حضرتك احنا متوقعين ناخد جايزة عالمية في المعمار زي ما يعني هي هتفوق كمان عدلي منصور. كمان هتفوق كمان عدلي منصور. محطة عدلي منصور كان معالي رئيس الوزراء ومعالي وزير النقل من حوالي 3 أسابيع كان هناك. لا، محطة بشتيل مفخرة بكل اللي حضرتك ما تتخيله من كل الخدمات وكل الأنواع الموجودة فيها. محطة بشتيل هتكون من محطات الذكاء اللي موجودة عندنا. طيب أنا بس عشان يعني في بعض المتابعين بيسألوا على خط المنصورة، بيقولوا خط المنصورة مغضوب عليه. لا مش مغضوب عليه، انا باشر حضرتك بحاجة. ان شاء الله في مؤتمر المناخ هنوقع خط طنطا المنصورة دمياط. ازدواج من المسافة من طنطا للمنصورة وتحديث نظم اشارات. ان شاء الله في مؤتمر المناخ هيتم التوقيع مع بنك الاستثمار الاوروبي وبنك اعادة الاعمار للقرض اللي هيمول خط طنطا المنصورة دمياط. يعني على الكلام ده ان شاء الله يوم 17/11 ان شاء الله. ده مش مغضوب عليه. طيب ما هو يعني هو انت عارف التعبير. لكن هو يعني بنقل لحضرتك اللي بيتقال. واحنا موجودين في خدمه كل الناس اللي بتقول، بس عامه كلنا لما بلاقي حد بيطور عايز اتطور زيه. صحيح. فمش معقول الشبكه كلها هتطور في وقت واحد. صحيح صحيح. طيب لو خدت من حضرتك رساله لكل مستخدمي مرفق قايد سكه الحديد تقول لهم ايه؟ هقول لهم مرفق قايد سكه الحديد هو المرفق بتاعكم، حافظوا عليه وما تبخلوش عليه. وارجعوا له زي ما كنا واكتر. احنا كان عندنا فتره حصل الناس ما بتستخدمش سكه الحديد. الحمد لله بداوا يرجعوا تاني، وبداوا يرجعوا بكثافه. بس برضو تاني بقول لهم حافظوا على المرفق بتاعكم. المرفق مش في حد تاني، وما حدش يزوغ. ما هو اللي زوغ احنا قلنا هيحصل له ايه. انا بشكرك جدا يا باشمهندس محمد عمرو رئيس هيئه سكه الحديد، ومره ثانيه بشكرك. شكرا لقبول الدعوه. شكرا تحت امرك. وان شاء الله يعني من تقدم لتقدم. ان شاء الله. بشكرك جدا وبشكر حضراتكم لمتابعتكم لنا اليوم. احنا هنلتقي غدا ان شاء الله، وتصبحون على وطن.